بدنا نضل مكملين لحتى الله يفرجها. لك انا مليتنا الحياه، عم تستني الي؟ والله بكمل لاخر نفس ان شاء الله. الثوره بدها تستمر، شئت ام ابيت بدها تستمر الثوره. لك مكملين على الحالتين، ملينا ونمل ملينا مكملين. طبعا راح نكمل لحتى سقوط الظلمي والكافر بشار الاسد. والله ما نتركها باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله الثوره قريبه من تحقيق اهدافها والنصر باذن الله عز وجل. ان شاء الله الثوره مستمره حتى النصر وازاله بشار الاسد وعصابته. انا واولادي وكل ما املك في هذه الثوره باذن الله ومستمرين حتى تحقيق اهدافها. استمرار الثوره هو مثل النار في قلوب الناس. مشان ما ننسى دم الشهداء اللي راحت في بدايتها. برأيك راح تنتصر الثورة وليش؟ راح تنتصر؟ لا يعلم إلا الله. والله عند الله هاي ما بنعرف. إن شاء الله بنتأمل من الله سبحانه وتعالى. بإذن الله راح تنتصر لأن نحن حق هو عباطيل. إن شاء الله. إن شاء الله تنتصر إن شاء الله. نعمل من الله النصر القريب. نحن عندنا هدفين، هو الهدف النصر يعني أو الشهادة، ما في مجال لهذا الأمر. بتتمنى بعد 10 سنين من الثورة؟ أكيد كلياتنا بنتمنى النصر بإذن الله تعالى وخروج المعتقلين وإسقاط النظام المجرم ووحدة سوريا بإذن الله وإخراج كافة المحتلين عن أراضي سوريا. بتمنى بعد مرور 10 سنوات من الثورة السورية إنه ننتصر على نظام بشار الأسد وننظف بيتنا الداخلي اللي نحن كثوار موجودين حاليا في هاي المناطق المحررة، ونحاسب كل شخص كان مفسد ضمن هاي الثورة، ونحاسب كل شخص مجرم أجرم بحق الشعب السوري. هو أني ما ننسى دماء الشهداء. بتمنى أنه يسقط بشار الخنزير وعصابته ويرجع الأمان لسوريا ويرجعوا المهجرين إلى بيوتهم ونخلص منه. الخلاص من هذا المجرم نظام بشار الأسد الطاغية الذي قتل الملايين وهجر الملايين ودمر البلد. برجع لبيتي بعد زوال الأسد. والله بتمنى هو الهدف يتحقق، الهدف الأول هو إسقاط النظام وانتصار الثورة وتحقيق أهدافها، وأولاً الحرية والعدل والكرامة لكل السوريين إن شاء الله. نتمنى الله سبحانه وتعالى يفرج على البشر. بتمنى إن شاء الله نرجع نجدد ونرجع على بلادنا بما تدرعنا. الشعب السوري يتوحد إيد وحدة. نتمنى الفرج من الله والنصر والخلاص من الظالمين. أتمنى تصلح الأمور إن شاء الله. أتمنى الكل يرجع يد واحدة والكل يرجع قلب واحد. ترجع مثل ما أول، ترجع 2011-12. والله مضمنين ومتأملين إن شاء الله الرد على بلادنا، وثمان سنين تسعة صارنا نازحين من الحص جبل الحص. نتمنى يظهر الحق. نتمنى تصفى قلوب الشعب، تصفى قلوب القادة، يرجعوا للأول مثل ما طلعنا بالأول.